رئيس الوزراء يوجه بطرح وثيقة لأبرز توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية للحوار الوطني. نيابة عن الرئيس السيسي وزير الخارجية في أوغندا لترأس وفد مصر في قمة عدم الانحياز ويلتقي عددا من نظرائه. الادعاء السويسري يكشف عن تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بمنتدى دافوس بسبب العدوان على غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني. وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023. أكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة وتكريسا لدور هذا المحفل الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه. شدد المركز على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية، وهو متحور JN1، حيث تعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض، ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا. أشار المركز أيضا إلى امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع جميع الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها. حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 3 جوائز ضمن مسابقة ستيفي أوردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024. جاء ذلك بعد منافسة قوية مع حوالي 1000 فريق من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حصل خلالها المركز على أعلى التقييمات من لجنة تحكيم مكونة من حوالي 150 محكما متخصصا من مختلف أنحاء العالم، حيث يعد التكريم تتويجا للجهود البحثية والمعرفية للمركز خاصة خلال الفترة الماضية. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربي بمحافظة الأقصر، وبمشاركة 71 كيانا من التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 71,000 مستفيد. تقدم هذه القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية، وذلك بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة التحالف خيرك سابق. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا. أوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد اليوم على مدار يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أوغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027. لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في الفعاليات. وأضافت الخارجية أن جدول أعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. تأتي قمة حركة عدم الانحياز 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية، على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما يشهد العالم حالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي لقوات الاحتلال على غزة والوضع المتوتر في البحر الأحمر. إنها أجواء تذكر إلى حد بعيد بما كان عليه الحال في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في ذروة الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي وحلفي وارسو والناتو.
وكانت تلك الأجواء هي التي قادت حينها الدول التي لم تسعى رسميا إلى التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وفضلت أن تكون مستقلة أو محايدة إلى تشكيل تجمع غير منحاز إلى أي من المعسكرين تحت اسم حركة عدم الانحياز. وتأتي قمة حركة عدم الانحياز 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الروسية الأوكرانية. وتأمل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية أن تكون القمة 19 لحركة عدم الانحياز محاولة لإيجاد الحلول للتحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين. وتسعى القمة 19 لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم من خلال إيمانها بضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية. اتفق وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء شكري مع وزير خارجية جيبوتي خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز. شدد الوزيران على رفضهما لأي محاولات لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها، كما اتفق الجانبان حول أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في السودان، ما يمهد البدء في عملية سياسية تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياتي للتباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. يأتي ذلك استمرارا للقاءات شكري المنعقد على هامش قمة عدم الانحياز في كامبالا. وقد أكد شكري اعتزاز مصر بعمق وتشعب مسار العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين الشقيقين، معربا عن الحرص على مواصلة العمل والتنسيق الثنائي بما في ذلك تحت مظلة العمل العربي المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني تقدير بلاده الراسخ لأطر العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين والأهمية التي توليها بلاده لتنمية وتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، كما تركزت المناقشات بين الوزيرين بشكل مستفيض على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة ومسارات التحرك السياسية والدبلوماسية الهادفة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألاناك، وذلك على هامش اجتماعات قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كامبالا. خلال اللقاء أشاد الوزير شكري بوتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، كما تناول اللقاء سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوافق حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين البلدين. واستعرض شكري تطورات الأوضاع في غزة والدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مساعيها الحثيثة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى القطاع، هذا فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار.
التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاناكار على هامش أعمال قمة حركة عدم الانحياز. استهل الوزير شكري هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام المنصرم. واتفق الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب الوزير الهندي عن تقدير دولته للجهود التي تبذلها مصر لوضع حد لهذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لافتا إلى الشواغل الهندية إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة في أوغندا بوقف فوري لإطلاق النار. ودعا زعماء دول الحركة إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، مؤكدين أن الحرب أظهرت عدم كفاءة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد عدد من القرارات التي تنتقد إسرائيل. يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية يوم الاثنين المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين. يهدف الاجتماع إلى بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية. كما سيتناول اجتماع الجامعة الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر الماضي، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه باستثناء كبار السن وأعداد قليلة، إضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق. أكد ممثل الإدعاء في سويسرا أنه تلقى شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتزبرغ، وذلك خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني. ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى. رحبت الخارجية الفلسطينية بقيام تشيلي والمكسيك بإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الخارجية عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. أستاذ ملحم، بعد التحية، يعني هل ترى بداية التحركات الدولية في محكمة العدل الدولية وكذلك الجنائية الدولية بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة للمؤسسات الدولية لكي يكون لها دور إيجابي بشكل أكبر لدفعها للتحرك بشكل أكثر فعالية تجاه العدوان السافر على غزة؟ أشكرك أستاذ ريهام وتحياتي أيضا للمشاهدين. بالتأكيد أن هذا التدافع الدولي للدول المناصرة للشعب الفلسطيني جنوب أفريقيا وتشيلي والمكسيك برفع
الألم الفلسطيني والوجع الدامي الذي تعاني منه غزة منذ أكثر من 100 يوم، وكذلك الارتكابات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إنما يعكس المدى الذي وصلت إليه عزلة إسرائيل في الساحة الدولية على المستويين الشعبي والرسمي، وكذلك يعكس المأزق الذي وصلت إليه السياسات الإسرائيلية. بنفس الوقت كذلك يعكس المدى الذي وصل إليه مستوى التعاطف وتنامي الدعم الدولي مع الضحية التي تعاني وتكابد آلام القتل والموت والموت البطيء والتجويع وقطع الماء والكهرباء في محرقة القرن التي تتوالى فصولا دموية في قطاع غزة. ونحن نرحب بجميع الدول التي تقدم وترفع معاناة الشعب الفلسطيني إلى أعلى المنابر الحقوقية الدولية، إن ما يتعلق بالمرافعة الرائعة والمذهلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي محاكمة القرن التي بدت فيها إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وكدولة مارقة تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وتلك أيضا الدعوة التي رفعتها المكسيك وتشيلي للجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية في الجنائية الدولية على ارتكاباتها وجرائمها، وكذلك الدعوة التي تلاحق الرئيس الإسرائيلي اليوم في سويسرا لمحاكمته على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. كل تلك الإسهامات والمرافعات الدولية إنما تعكس المدى الذي وصلت إليه صورة إسرائيل المرطخة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ. نعم. والتعاطف الكبير مع الشعب الفلسطيني. كيف يمكن إذن بناء على ما ذكرت أستاذ ملحم، يعني البناء على كل هذه التحركات لتحقيق أكبر دفعة ممكنة للقضية الفلسطينية، وخصوصا أن الحكومة الفلسطينية بتؤكد مرارا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية؟ من وجهة نظرك، هل تمكنت السلطة بالفعل من إيصال هذه الرؤية إلى القوى الدولية كجزء من الحل؟ بالتأكيد، فإن الجهد الدبلوماسي الذي يمارس على الساحة الدولية يؤتي ثماره بتحشيد الدعم الدولي والدعم الإقليمي والدعم العربي والإسناد في المحافل الدولية، وهو ما نقطف ثماره اليوم من خلال الدعوة التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا مشكورة أحفاد مانديلا، يقيمون دعوة لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وتلك الدول الداعمة أيضا لجنوب أفريقيا، وإضافة إلى المكسيك وتشيلي. كل هذه الجهود الدبلوماسية إذا ما توجت بإعلان واعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة ووضع برنامج دولي زمني لإنهاء الاحتلال عبر عقد مؤتمر دولي للسلام كما دعا سيادة الرئيس محمود عباس على أعلى منبر أممي، من شأن ذلك أن يجيب على الأسئلة المعلقة حول الاستجابة لإنهاء الصراع بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا أن عدم قيام دولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيعني غياب الأمن والاستقرار عن المنطقة. أضاف بوردينا أيضا أن المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستعر الخلاف حول نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزاء القطاع في مرحلة ما بعد العدوان، بالنظر إلى الفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب من وجهة نظر المجتمع الدولي وباعتراف الداخل الإسرائيلي ذاته. الخلاف الذي ابتدعته إسرائيل لا يتعلق فقط بمستقبل قطاع غزة، بل بمصير الدولة الفلسطينية المنتظرة كسبيل وحيد لحل الأزمة المركزية في منطقة الشرق الأوسط.
الوسط، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب. نتنياهو الذي يخشى غيابه عن أي دور سياسي مستقبلا أضاف أن إسرائيل بحاجة إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، بما يقوض بشكل تام فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما شدد على أهمية قدرة إسرائيل على رفض الموقف الأمريكي المؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية. أما الموقف الأمريكي فقد أعلنت عنه واشنطن في عدة مناسبات، آخرها تأكيد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده وإدارة بايدن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين مع عدم إعادة احتلال قطاع غزة. أوروبا بدورها والتي كانت راعياً رئيسياً لاتفاق أوسلو عام 1993 بشأن ترتيبات الحكم الذاتي للفلسطينيين تؤيد تاريخياً إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعلى الرغم من تأييدها في البداية للعدوان الإسرائيلي إلا أن الضغط الشعبي والأخلاقي الناجم عن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أسهم في تغيير الموقف بشكل كامل إلى حد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بل والتأكيد على دعم عمل محكمة العدل الدولية وأهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي. أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة والذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد آلاف الفلسطينيين. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد دعت ألبانيز قوات الاحتلال لاحترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق أي أذى بالمدنيين. دعت جيت سونغاي ممثل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وضع حد لسوء معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين في غزة. في حديثه للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة قال المسؤول الأممي إنه التقى بفلسطينيين أفرج عنهم بعد أن احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين. وأضاف سونغاي أن هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوما. سلط مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية الضوء على تحذير الأمم المتحدة من أن سكان قطاع غزة أصبحوا على شفا المجاعة في ظل ظروف معيشية غاية في القسوة جراء العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلية. كما أشارت الصحيفة إلى أن ذلك التحذير الأممي يتواكب مع تأكيد الولايات المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها من أجل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وعددا من المسائل الأمنية الإقليمية. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي تحول إسرائيل إلى عملية منخفضة الكثافة في قطاع غزة. كما شدد أوستن على ضرورة تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وحماية المدنيين. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن بلاده متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. وأشار ساندرز إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية. نشرت صحيفة يد عود أحرنوت الإسرائيلية أن مقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحوه بالإعلان عن عدم ثقته
عدم ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك بسبب تعمد نتنياهو إطالة أمد الحرب في غزة لأسباب شخصية، لكن الرئيس بايدن ما زال مترددا إزاء مثل هذه الخطوة. وبحسب الصحيفة فإدارة بايدن تشعر بالإحباط من إطالة أمد الحرب ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في غزة غداة وقفه للعمليات. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك أن إسرائيل بحاجة لانتخابات مبكرة قبل فوات الأوان. وأشار باراك في تصريح نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن حماس لم تهزم وأن احتمال استعادة المحتجزين يتراجع، لافتا إلى أن إسرائيل بحاجة لقيادة جديدة. كما قال باراك إن غياب هدف واقعي سيغرق إسرائيل في مستنقع غزة. اعتبر عضو مجلس الحرب الإسرائيلية غادي أزجنوت أن سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده يعد فشل كبير جدا. أوضح أزجنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية واضحة ولا لبس فيها عن هجوم أكتوبر، مضيفا أن الاتفاق مع حماس هو وحده الذي قد يضمن إطلاق سراح المحتجزين. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر بالطاقم الوزاري الأمني المصغر بأنه لا مستقبل للحرب وأن نتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية. يعاني أهالي غزة من استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي الذين يمنعان إيصال المساعدات لليوم 5 بعد 100. أحدثت الحرب في غزة دمارا غير مسبوق وأزمة إنسانية كارثية، كما أنها تعد أطول وأكثر الحروب دموية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 1948. لليوم 5 بعد 100 على حرب غزة، لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، أكثر من 3 أشهر من المعارك ولا يظهر في الأفق خط للنهاية، بل ما زال يعاني أهل غزة جراء استمرار عدوان الاحتلال وتواصل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات. فالحرب أحدثت في غزة دماراً غير مسبوق وأزمة إنسانية كارثية، حيث تعد أطول وأكثر الحروب دموية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 1948، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فيما أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 1,300,000 نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمار الفلسطيني أن إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى 15 مليار دولار على الأقل، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببته حرب إسرائيل على القطاع المحاصر، حيث أشارت التقارير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة. كل يوم من التصعيد في غزة يزيد من وقع المأساة على الفلسطينيين داخل القطاع في ظل أوضاع كارثية بسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي من ضمنها سلاح التجويع. فالموت قصفاً أو جوعاً هو الواقع المفروض على أهالي غزة. أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24,762 شهيدا. كما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد المصابين إلى 62,108 مصابين منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 23،
مشيرة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا وطفلا من بلدة بيت آمر شمال الخليل ومواطنا من بلدة دورة جنوبا، كما اقتحمت مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وبلدة الظاهرية جنوبا. أضافت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات الاقتحام بمشاركة عدة آليات تجولت في شوارع وأحياء البلدات والمناطق التي تم اقتحامها. أكد المرصد الأورو متوسطي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبارات للآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها محكمة العدل الدولية، كما وثق المرصد أيضا تدمير الاحتلال ل 22 مربعا سكنيا في مدينة خان يونس وتم قصف آلاف الوحدات السكنية. وأضاف المرصد أن نحو 1031 عملية قتل جماعية ارتكبها الاحتلال خلال أسبوع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن 90% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في الشوارع دون مراكز إيواء. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تستدعي سفير فرنسا لديها احتجاجا على الدور المتزايد لباريس في أوكرانيا. استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو حيث أصدرت شكوى رسمية بشأن دور فرنسا المتزايد في النزاع في أوكرانيا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الفرنسي وعرضت عليه أدلة على دور باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا. أكد الكرملين أنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة. كان الاتفاق الأصلي الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد انتهى العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة. أعلن حلف شمال الأطلنطي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ الحرب الباردة بمشاركة 90,000 عسكري على مدى أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا. صرح حلف الناتو بأن تدريب المدافع الصامد سيستمر حتى أواخر مايو. مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن حلف شمال الأطلسي أمس أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90,000 عسكري. القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي صرح خلال مؤتمر صحفي بأن تدريب المدافع الصامد سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من الدول الأعضاء 31 إضافة إلى الدولة المرشحة السويد. سوف يبرهن الحلف على قدرته على تعزيز المنطقة الأوروبية الأطلسية عبر تحرك القوات عبر الأطلسي من أمريكا الشمالية. سيكون تمرين المدافع الصامد دليلا واضحا على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض، وبالطبع حماية قيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد. وتعتزم بريطانيا إرسال 20,000 جندي إلى هذه التدريبات،
كما أعلن وزير الدفاع جراند شابس. وستحاكي المناورات سيناريو حرب ضد خصم ذي حجم مماثل حسب ما قال حلف شمال الأطلسي في إشارة إلى روسيا، تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 22 من فبراير من عام 2022. الجنرال الأمريكي كريستوفر كابولي أوضح أن المناورة ستشمل أيضاً قوات من أمريكا الشمالية أتت بمثابة تعزيزات إلى القارة الأوروبية، كما تشارك في التدريبات نحو 50 سفينة حربية و80 طائرة و1100 مركبة قتالية من أنواع مختلفة. الأميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي تضم قادة جيوش الدول 31 الأعضاء في الحلف قال خلال المؤتمر الصحفي إنه رقم قياسي من حيث عدد الجنود. وتعد هذه المناورات الحربية الأهم منذ مناورة ريفورجر في العام 1988 في خضم الحرب الباردة آنذاك بين الاتحاد السوفيتي وحلف شمال الأطلسي. وعزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته بشكل كبير على الجبهة الشرقية مرسلا إليها آلاف العناصر من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن قتالا عنيفا ما زال يدور بين روسيا وأوكرانيا، حيث تشن القوات الروسية هجمات مدمرة تحاول أوكرانيا الصمود أمامها بدعم من حلف الناتو والغرب. أكد المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة لمواقع وأهداف تابعة لها في اليمن تعد غير مبررة، مشددا على أن قوات الحوثي ستواصل الرد عليها. وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثي أنها كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، ضمن ما وصفه بأنه حق طبيعي لليمن أمام مياهها الإقليمية الدولية، كما أنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن تدخل الولايات المتحدة على الخط أضاف مزيدا من التصعيد في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة وقعا في المياه بالقرب من السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط ساندكوم إن قوات الحوثي استهدفت سفينة أنفي كام رينجر، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتمتلكها الولايات المتحدة وتشغلها اليونان. تأتي هذه الهجمات ردا على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثي التي تهاجم سفنا في منطقة البحر الأحمر. أكدت الخارجية الصينية أن التوتر في البحر الأحمر يعد امتدادا للحرب في غزة. وطالبت الخارجية الصينية بضرورة أن تكون الأولوية القصوى لوقف هذه الحرب، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية أنها تتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر مع تصاعد الوضع هناك، وأن البلاد ستقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التجارة الخارجية، لذلك يجب أن تكون الأولوية القصوى لوقف الحرب. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أهم أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لك ريهام الديب. شكرا أدا إبراهيم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024-2025 لشركات بتروجاز والتعاون ومصر العامة للبترول. يأتي ذلك خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقد أكد الملا على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومي في استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من الصوانات البوتاجاز، مشيدا بحجم أعمال التطوير الذي تم في مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث لأسطول النقل بالكامل. في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى العمران وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان انضمام المرصد الحضري الوطني المصري لشبكة المرصد الحضري العالمية والتي ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أوضحت الوزارة أن مهمة المرصد تتمثل في إمداد متخذي القرار وصنع السياسات بالأوضاع الحضرية المساهمة وللمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية وقياس كفاءتها في إعادة صياغة وسياسات التنمية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط إذ ضغطت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب الطقس البارد على المخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين والتوقعات في زيادة المعروض. هذا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 34% لتصل إلى 79 دولار و 47 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 51% لتصل إلى 74 دولار و 24 سنتا للبرميل. ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 99% لتصل إلى 2.67 دولار لللتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.71% لتسجل ما قيمته 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من 3 خلال شهر ديسمبر. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تسوق استعدادا لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد خاصة لشراء المواد الغذائية ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة ب 3.2% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مضيفا أنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.4% نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني وذلك في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد. قال رئيس بلدية مدينة لندن إن معظم أسعار وسائل النقل العام في البلاد ستبقى كما هي في هذا العام. يأتي ذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف ضغوطات تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة. وقال رئيس بلدية لندن صادق خان قال إن أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه استرليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى مارس من العام بعد قادم 2025. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للتمويل المؤقت للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة 6 أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب وافق على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل، وأضاف أنه يفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت المبيعات للأجانب 48.1% مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، يرجع ذلك جزئيا إلى تجديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض. ذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية في العام الجاري 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كورونا، ورجحت المنظمة أن يزيد عدد السياح الدوليين 2% مقارنة بعام 2019، مضيفة أن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم في هذا العام. وفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في العام الماضي 3.3 تريليون دولار. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع ريهام وأدا. شكرا لك مصطفى. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربي بمحافظة الأقصر بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات المواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف. تهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. احنا النهارده موجودين في محافظه الاقصر، ودي مش اول قافله لينا داخل جنوب الصعيد. احنا كان لسه من يومين في محافظه اسوان، ولسه ان شاء الله مستمرين في محافظه قنا الاسبوع القادم. والقوافل ستر وعافيه بدات منذ انشاء التحالف في شهر 3 سنه 2022، واحنا عملنا اكتر من قافله داخل محافظات الجمهوريه. بيتم من خلال هذه القافله تقديم عده خدمات متنوعه زي خدمات الصحيه، ودي تتمثل في الكشف الطبي في جميع التخصصات، بالاضافه ان احنا بنوزع علاج وبنعمل تحاليل طبيه واشعاعات، وبنوزع اللي هي الادوات التعويضيه والكراسي وسماعات الاذن. في كمان عده انشطه زي كرنفال الاطفال اللي بيبقى موجود. احنا بنشارك النهارده بفعاليات من مبادره تزرع بدعم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وتنفيذ الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه. مستهدف المبادره زراعه 1,000,000 فدان من محصول القمح لعدد 500,000 مزارع، من ضمنها محافظه الاقصر بنستهدف فيها 10,000 فدان لعدد 5,000 مزارع. النهارده الهيئه في قافله الستر وعافيه رقم 28 بالاقصر تحت مظله ورعايه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، النهارده بنقدم مدخلات كتيره جدا داخل القافله من برامج مختلفه للهيئه. عندنا برنامج تاهيل اشخاص ذوي الاعاقه، بنقدم لندوه توعيه للاسر، بنكون بنقدم لهم الحقوق الخاصه بيهم اللي بتكفلها الدوله، بنوعيهم بيها، وكمان بنوعيهم بازاي يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه اللي معاهم في الاسره. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس الوزراء يوجه بطرح وثيقة لأبرز توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية للحوار الوطني. نيابة عن الرئيس السيسي وزير الخارجية في أوغندا لترأس وفد مصر في قمة عدم الانحياز، ويلتقي عددا من نظرائه. الإدعاء السويسري يكشف عن تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بمنتدى دافوس بسبب العدوان على غزة.
مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.